بالنسبه للسياسه يعني الكل تعرفت المقابله هذه، يعني مقابله تتكلم على راسها، مقابله ديال النهايه الكل كيساينا. الحمد لله اللعابه مركزين وواجدين وباغيين يفرحوا الجماهير ديالهم اللي كيتسناو هذا اللقب فريق الصبر. الحمد لله غنحاولوا ان شاء الله نحسموا في اللقب ان شاء الله. والكل تيقول ان النتيجه غتساعد، ولكن ما كما تعرف الجميع النتيجه تتكون شويه بحال ملغومه، لان بالتعادل خارج الديار تبقى النتيجه ايجابيه. اظن ان ذاك اغلب ديال الوداديين انهم بداو تيفرحوا، ولكن ما حتى حاجه باقا 100%. خدينا الشوط الاول، باقي الشوط الثاني ان شاء الله نحاولوا نحسموا في اللقب ان شاء الله. مرحبا.